السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طبعا احنا في الشغل دلوقتي، وطبعا معايا جماعة الاهلاوية. عم فهمي، ايه رأيك في الماتش بتاع امبارح؟ من ناحية الاهلي احسن من الزمالك 60 مرة. ازاي يعني؟ لعبوا فن. لعبوا فن؟ اه. ده اللعب والفن ده عند الزمالك يعني؟ لا ما بقاش بقى عند الزمالك لعب وفن ولا أي حاجة. ده الزملكاوية دول يروحوا يلعبوا في شوارع السيدة زينة. شوارع السيدة زينة؟ أو بيت عقبة، شوارع بيت عقبة. اه ده بس تبعنا احنا بيت عقبة دي. ما هما يروحوا يلعبوا هناك في الشوارع، ما يلعبوش قصاد الأهلي أو الأبطال دول. حقك يابا، حقك كمواطن أنت تقول رأيك برضه. أيوة. وإيه الزمالك دي؟ يعني انت حقك كمواطن انت تقول رايك. طبعا الفرقه بتاعتنا هي السبب في اللي احنا فيه.